يا مساء الرضا والسعادة على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. حكايتنا النهاردة حكاية بدأت من 1000 سنة تقريبا في مصر، تحديدا في القاهرة على إيد الفاطميين. حلاوة المولد حلاوة، يعني حاجة بقت ليها علاقة كتير بثقافتنا وبفكرنا المصري. خليفة الفاطمي أمر بتوزيعها على الناس في الشارع وكمان الجنود حتى الأطفال. الأطفال اتعمل لهم بقى حلاوة مولد على شكل حصان، وبعدين عروسة مولد، وبعدين ضافوا ليها شوية ألوان صناعية عشان تبقى مبهجة أكتر وملفتة بالنسبة للطفل. والحقيقة إن مع العصور ومع الأيام بدأت تبقى جزء كبير قوي من ثقافتنا ومن فكرنا، بقت موجودة في كل أنحاء الشرق الأوسط. طيب، عندنا أسئلة كتير قوي ليها علاقة بحلاوة المولد، وفي مفاجآت كمان هنعرفها عن حلاوة المولد. النهاردة مشرفنا ومنورنا الدكتور مروان موسى اللي هيكلمنا بالتفصيل ويقول لنا ايه مفاجآت حلاوه الموسم، حلاوه الموسم، حلاوه المول. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا بس عايز اصحح الاسم، مروان سالم. بس مروان سالم، انا يا خرافي دكتور مروان سالم. انا اسف اتفضل. هرجع لحضرتك حالا. اتفضل. كمان منورنا في البلاتو الشيف عمر اللي هيقول لنا ازاي نعمل الفوليه والحمصيه بطريقه بسيطه وسهله وبمكونات مضمونه لاولادنا في البيت. طيب مبدئيا كده يا دكتور، عايزه اعرف حاجه. طالع ترند قوي موضوع الحلاوه اللي هي الصحيه، اللي هم بيستبدلوا فيها الجلوكوز والسكر والحاجات دي بعسل نحل طبيعي. الى اي مدى ده صح، او ايه رايك في الترند ده؟ والله هو يعني هو كل فتره في تقاليع جديده، يعني عايزين نوصل للمستوى الهيلث زي ما بنقول. فبنستبدل مثلا السكر الجلوكوز اللي موجود في الحلاوه. هي الحلاوه مكوناتها ايه؟ عباره عن سكر وجلوكوز ونشا ومجموعه من مثلا سواء حمصيه او فوليه او يعني وات ايفر الحاجه المكسرات اللي بنضيفها يعني. فاحنا يعني ناس كده اجتمعوا قالوا هنشيل الجلوكوز وهنحط اللي هو سكر اللي هو عسل النحل يعني. ونبدا ان احنا نشتغل بيه ونبدا نعمل الحلاوه منه. هل ده هيفرق صحيا في حاجه؟ لا، للاسف هو ده زي ده بالظبط، لان ده سكر احادي وده سكر احادي اللي هو سكر الفركتوز، فالاثنين يعتبر نفس او يعني نقدر نقول نفس السعرات الحراريه. ولكن بنقول الفركتوز اسهل شويه في عمليه هضمه، فبالتالي هو ده من هنا جت الحته اللي هي الهيلث شويه. ماشي، نقول الفركتوز افضل، ماشي، حتى في اي دايت او في اي حاجه بنقول حل بالعسل وما تحطش السكر اللي هو الاحادي السكر بتاعنا اللي هو الابيض ده. فما فيش مشكله يعني نمشي مع الترند ونقول ماشي، يعني نتلاشى اضراره، ودي اهم حاجه. نتلاشى اضراره. طبعا الكميه يعني لو كنا من الفركتوز او من الجلوكوز هتبقى واحده. يعني بس احنا ممكن نتلاشى الاخطار بالكميات، صح كده؟ بالكميات طبعا، بالكميات. طيب خلينا نشوف بقى لو احنا حابين نعملوها في البيت. شيف عمر النهارده هيعمل لنا الفوليه والحمصيه، صح كده؟ مكوناتك يا شيف، مفيش اسهل منهم. قول لي انا بالنسبه، بس عشان نبقى متفقين مع بعض، الفوليه، الحمصيه، السودانيه، اللوزيه، الكاجو، الفستق، البندق، كل حلويات المولد هي بنفس المقادير، معايا كوبايتين سكر ونص كوبايه من عسل الجلوكوز، وهو افضل من العسل النحل. لان العسل الجلوكوز بيبقى اتقل شويه. اوكي، ومعايا ذره ملح ليمون. هو افضل في القوام طبعا. اوكي، انا عشان يبقى ماشي. افضل ماليش دعوه، افضل في القوام عشان ما نتخانقش من الاول. لا احنا تمام مع بعض، ما تقلقش. هو بيتكلم بالنسبه له هو كشيف ايه بالظبط في القوام، ان هي بتمسك اكتر، صح كده؟ البديل بتاعه مش قوي يعني. وبجيب المكسرات بحمصها، لازم اجيبها نيه، انا احمصها بايدي في البيت، لان كده كده لما تيجي تنزل على الكراميل اللي انا هعمله ده لازم تبقى سخنه علشان يمتص الكراميل على طول. معايا الحمص او الفول السوداني نص كيلو ونص كيلو بس، وممكن احط رشه فانيليا لو حابب، دي اختياري. أوكي. اول حاجه باخد كل الكلام ده مع بعض، السيرب انا عامله من قبل الهواء بيبدا يسخن عشان يديني بدايه الاصفرار. حلو، بعرفهم من 3 حاجات. امتى استوى؟ اول حاجه باخد من السيرب ده كده شويه في ميه ساقعه، لو بقى كوره واتكسرت معايا يبقى انا كده تمام. لو معايا ترمومتر يبقى درجه حراره من 140 ل 145 بس. لو مش معايا الكلام ده كله بقى في البيت برضو بدايه اللون الاصفر. طيب خلينا بس نبدا في التحضير، وكده كده احنا عرضنا المكونات دلوقتي حالا على الشاشه. عايز اعرف حاجه، علبه حلاوه المولد
انت قفلتها لي يا دكتور وقلت لي سواء عملناها بعسل او عملناها بسكر الاثنين واحد عشان ده احادي وده احادي. طيب تعال نتكلم بشكل عام شويه. علبه حلاوه المولد علبه جميله كده بنت حلال مستطيله، في انواع بتتخطف الاول من العلبه زي الفوليه السمسميه البندقيه الكاجوهيه الحاجات اللي بتطلقت الاول دي، وفي حاجات تانية اللي هيبقى فيها نوجه الملبن حاجات دي. قول لي ايه الحاجات اللي نتجنبها واحنا بنشتري او احنا بنشكل علبه حلاوه المولد من بره؟ طيب احنا عندنا يعني هنقول في ثلاث مجموعات في حلاوه المولد، لو جينا صنفنا هنقول في ثلاث مجموعات، ايه الثلاثه؟ الصحي خالص والمتوسط واللي احنا نتجنبه خالص. خلاص اول حاجه اللي احنا هنبدا طبعا ناكلها اول حاجه المكسرات. حلو. اي حاجه فيها مكسرات. يعني عندنا الفوليه ماشي، الجوزيه ماشي، البندقيه ماشي، كل الحاجات اللي فيها مكسرات. طبعا المكسرات افضل الاكلات على وجه الارض. أوكي. نقدر نقول المكسرات ايه فوائدها؟ فوائدها حاجات كتيره جدا، طبعا بتحتوي طبعا على دهون غير مشبعه، مهمه جدا طبعا لبناء مخ الاطفال حتى، مهمه لينا احنا شخصيا. فيها فيتامين اي، ده من الحاجات المهمه جدا، يعني هام جدا للبشره، هام للخصوبه. يعني فيتامين اي دلوقتي يعني اتعمل عليه دراسات ان هو بقى يقلل من التهابات المفاصل. متاخد بجرعات عاليه الالتهابات اللي في المفاصل تروح. ففيها فيتامين اي، فيها فيتامين اي، فيتامين بي ومهم جدا فيتامين بي. الحاجات دي كلها من الحاجات المهمه. عين الجمل على سبيل المثال حلوه للمخ فعلا. عين الجمل يا دكتور طبعا طبعا مهمه جدا جدا. الاوميجا 3 اللي فيها هامه جدا طبعا للمخ في حالات الدايمنشيا او يعني اللي بنقوله اللي هو يعني فقدان جزئي كده في الذاكره، اللي انا حطيت المفاتيح هنا فانا مش لاقيها. ايوه ده مش زهايمر يعني بالمناسبه. يعني انا دلوقتي لما انسى انا قفلت الماتوره قبل ما انزل ولا لا اكل عين جمل؟ ناكل عين جمل. ناكل عين جمل. فطبعا بنقول المجموعه اللي هي بتاعه المكسرات. احنا طبعا يعني سعرات حراريه عاليه. أكيد. بيفضل طبعا ان احنا ناكلها صباحا، مساء لا، يعني مش بالليل بقى اجيب علبه حلاوه المولد واحطها قدامي واعمل المولد لا. بس هو بيبقى يوم في السنه يا دكتور. لا يعني انا مش بقول ما ناكلش. احنا ناكل، ولكن هناكلها امتى وهناكل كميات قد ايه؟ يعني هناكل طبعا يفضل طبعا بعد الفطار. يعني تبقى مع وجبه مش لوحدها عشان ما يحصلش شوتنج للانسولين، مره واحده الانسولين يطلع في الدم ويعلي السكر الدم مره واحده. لا انا مش عايز الحاجه دي، انا عايزها تبقى مع وجبه خلاص. وبرضه عشان ما تجوعنيش، ما انا اكلت واحده دلوقتي لا بص هاكل واحده بعديها. دكتور بخصوص موضوع الجوع والحاجات وازاي نحرق السكر الكتير اللي كلناه في حلاوه المولد، الفقره الجايه معانا الحل ما تستعجلوش. بس انا عايز اسال على حاجه بقى. اتفضل. الالوان الصناعيه في بعض يعني الملبن اللي مش عارف النوجه بداوا يحطوا عليها شويه الوان صناعيه، شيء احمر وشيء اخضر وشيء اصفر وشيء، قد ايه هي ضاره حتى لو هي بيقول لك دي الوان صناعيه صحيه؟ يعني ايه صحيه؟ لا بص يعني طبعا في الموسم بتاع حلاوه المولد بيبقى فيه مشاكل يعني كتيره. من ضمنها ان حاجات مثلا من الموسم اللي فات موجوده مضاف ليها، لو يعني لو هي رخيصه في السعر مضاف ليها طبعا الوان صناعيه مش الوان طبيعيه. ما فيش الوان طبيعيه موجوده في حلاوه المولد، كله الغالبيه العظمى كله الوان صناعيه. اضرارها ايه على الاطفال؟ طبعا اضرارها شديده جدا طبعا على الاطفال. ممكن تصيب الطفل بالتوحد، الطفل الصغير اللي هو لسه سنه وسنتين وكده اعرضه لكميات من الالوان الصناعيه دي، مشكله جدا. طبعا مسرطنه الالوان الصناعيه، حتى مش في حلاوه المولد بس، حتى في الحلويات اللي هي الكاندز والمصاصات العاديه دي. يعني بنشوف لسان الطفل بعد ما بياكلها كله يا اما احمر يا اما اصفر، الصبغات دي طبعا خطيره ومسرطنه تماما. فدي طبعا يفضل البعد عنها. طب ما تيجي ناخد راي الشيف عمر في الموضوع ده. شيف لو انا عايز اعمل لون يزغزغ كده عين الطفل او يلفت نظره في نفس الوقت يبقى طبيعي بالنسبه لحلويات المولد. تمام. ايه الالوانات ده؟ احنا نقدر نعمله في حاجه زي الملبن. حلو. في الملبن الاحمر، في الملبن اللي بيبقى واخد سكر خشن، ده بيبقى
بالبرتقال مثلا، ممكن يعملوا برتقال ونديله سكر خشن من فوق. الملبن سهل جدا، بيتعمل بنفس المقادير دي، وكمان مع النشا بيتقلب على البارد وبيتحط، بس ده بيستوي حوالي نص ساعه على النار. بس ده احنا نقدر نعمله. بس لا، في ناس تقول لك شايف اللون الاحمر حط كركديه، ممكن كركديه صح كده، ممكن عشان في ناس ممكن تحط او تجرب حاجات موجود تنفع معاها. بس انا بتكلم على التقليدي اللي احنا ممكن نلاقيه في السوق اصلا معمول. ده بالنسبه له هو موجود، مثلا زي الملبن بياخد اللون الاحمر على النار وانا بعمل الملبن العادي بس. والملبن بقلب البرتقال والحاجات دي واللون الاخضر واللون الاصفر، ده في ايدينا احنا، وبندي له السكر الخشن من فوق. هي الفكره ان الالوانات اللي بنستخدمها في الرز مثلا زي اللي مش عارف الكركم والحاجات ما تنفعش في الحلويات، صح كده يا شيف عمر؟ الالوان دي بتبقى الوان صناعيه عاديه جدا ومصرح بيها على ما اعتقد، بنبدا ان احنا نستخدمها في الحلو وفي الحادق. لا انا بتكلم، انا سؤالي في حته ثانيه، الحاجات الطبيعيه. انا لو عايز اعمل الالوان دي بشكل طبيعي، لو تناسب، لو تناسب مع الحلو والحادق تنفع. أوكي. ما فيهاش اي مشاكل خالص. اوكي طيب، عايز اعرف حاجه بقى بالنسبه للالوان الصناعيه المصرحه. لو انا ما استخدمتهاش، يعني لو انا عايز اعمل حلاوه مولد في البيت وما استخدمتهاش، ايه الفرق صحيا؟ يعني دلوقتي هعمل حاجه ومش هحط فيها اي الوان صناعيه خالص، ايه الضرر اللي ممكن يقل في الاكل؟ طبعا ضرر كبير، زي يعني انا زي بقول لك هتجيبي صبغه. هذه الصبغه هي صبغه مسرطنه لو هي الوان صناعيه. خلاص، فانا يعني انا كده بشيل من الوجبه. يعني عندنا على سبيل المثال الملبن اللي هو الاحمر اللي موجود في حلاوه المولد، اللذيذه بيقولوا عليها لذيذه، اللي هي اللذيذه. هل اللذيذه دي بتحتوي على الوان طبيعيه؟ الاجابه لا طبعا، قطعا لا، بتحتوي طبعا على الوان صناعيه. عشان كده ما يعني لا يفضل ان الطفل ياكل اللذيذه او الحاجات اللي فيها الوان موجوده في علبه حلاوه المولد. لو انا عايز ابدا معاها، هبدا معاها بالجوزيه، بالفوليه، بالحاجات اللي هي فيها المكسرات. حتى كمان دي لو محطوط عليها العسل اللي كنا بنقول عليه، بيقلل من يعني الالياف اللي فيها، بتقلل من امتصاص السكر. فحاجه يعني سبحان الله بتعادل حاجه تانية. ولكن مثلا لو في الملبن اللي هو الحبل ده، طبعا اللي هو بيبقى جواه عين جمل، اللي هو جواه عين جمل، ما هيقول لك ايه ده جواه مكسرات وهناكله عشان المكسرات. لا، ده طبعا سعراته الحراريه عاليه، فده يفضل الكميات بتاعته تكون قليله جدا. بس ده حلو مع مين؟ مع الطفل، لان انا عايز ادخل للطفل المكسرات لان هو بيشوفها من السنه للسنه يعتبر. اوكي، يعني فبالتالي انا دي فرصه ان انا ادخل للطفل اكبر قدر ممكن من المكسرات. لكن بخصوص سؤالك، طبعا هيفرق لو شلنا الصبغات من حلاوه المولد بتاعتنا، طبعا هتفرق جامد جدا. طبعا انت بتاكلي حاجه هيلسي وبتاكلي حاجه طبيعيه، حاجه طبيعيه يعني. طيب دكتور مروان، سؤال بقى. انا معايا النهارده دكتور وعمال يكلمنا في التفاصيل ويقول لك اللي مش عارف اللي طالعه ترند هي هي والقديمه هي هي. بصراحه حلاوه المولد عندك في البيت ايه اكتر حاجه انت بتجري عليها؟ هي بصراحه الفوليه، بصراحه اول كده صح كده ماشي الفوليه يعني. بس انا ما بجيبش الحاجات الباقيه الثانيه يعني اللي هي الملبن والنوجة، في ناس بتحبها بس انا ما يعني ما بحبها. اكتر حاجه هي الفوليه، الكاجو، يعني الجزء بتاع المكسرات. الجزء اللي هو بتاع المكسرات، حتى لو الواحد خد منها يبقى برضه في الاخر يعني كل حاجه برضه هيلسي ودخل حاجه هيلسي يعني. طيب ما تعالى كده ناخد المداخله دي ونشوف الناس رايحه فين. مساء الفل. عسل، اهلا بحضرتك. اهلا اهلا، ازيك يا ندى، عامله ايه؟ اهلا بيكي. مين؟ رمضان طيبه حبيبتي، تعالى عليكي بخير يا رب. وحضرتك طيبه. مين؟ حد يقول لي. انا وفاء، بكلمك من اسكندريه. ازيك يا وفاء، عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي، كل سنه طيبه وسعاده ومنوره كده. كله زي الفل وانت طيبه يا رب. وانت طيبه، ربنا يخليك حبيبتي. قولي لي، ممكن اسال الدكتور سؤال بعد طبعا إذنك؟ ممكن تساليه. اصل انا اقول لك على حلاوه المولد دي يا ندى، ما تتاكلش حته ولا اتنين ولا حاجه. لو هنقعد نحسب في السعرات الحقيقيه ناكلنا مثلا خمس علب وبعد كده نبقى نحسب بقى بعد منها. خمس علب؟ ايه؟ ايه الجمله؟ لا هي اكيد مش ده قصدها يا دكتور مروان، وصلحي بسرعه. لا لا، وانا هصلح معاه دلوقتي وانا هساله على الهيلثي بقى، اخش في الهيلثي. ماشي، يلا قولي له. هنحترم نفسنا. الدكتور سامر، اتفضلي معاكي. اتفضلي. ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله، حضرتك طيبه وبخير. انا لو دلوقتي ابني، انا مش عايزه طبعا، هو بيروح المدرسه وبيلعب وكده، بس انا مش عايزاه يتخن، هو بيحب حلاوه الموسم. فانا مش بديله كتير، يعني ايه اللي ممكن اديهوله عشان خاطر ما يضرهوش؟ تمام.
طيب خلينا نتفق يا ندى ان احنا هو اسبوع 7 ايام او اسبوع 7 ايام مش هو ده اللي هيتخن الطفل، يعني الاسبوع ده مش هو ده اللي هيتخن الطفل، ولكن هنرجع بقى لحاجة مهمة جدا، اللانش بوكس اللي الطفل خدها واللي احنا واجعين دماغنا بيها طول الليل وطول النهار رايح المدرسة، في الاخر هي فيها عيش فينو، في الاخر هي فيها عصير، في الاخر هي فيها حاجات احنا مش عاوزاها، هي دي اللي هتخن الطفل، هي دي اللي هتخن الطفل. انا ممكن استبدل العيش الفينو بالعيش البلدي، يعني الخوف من الحاجات اللي الطفل بياكلها كل يوم كل مش يوم. اللي بياكلها من السنه للسنه، من السنه للسنه دي يعني هو اسبوع 7 ايام وخلاص الموضوع يعني بينتهي وخلاص يعني، ولكن الخوف من اللي هو بصفه يوميه الطفل بياخده، هو ده اللايف ستايل بتاعه، كل يوم هيشرب الصبح عصير على الريق، العصير اللي كله سكريات، كل يوم هيبدأ ان هو ياكل فينو، كل يوم هيبدأ ان هو مثلا هياكل حاجات المقرمشات والحاجات دي كلها، ده كل ده الغلط. يعني ممكن احط له فول سوداني مثلا، بدلها له بالمكسرات، الحاجات اللي هتساعده على التركيز والاستيعاب، مش هنقول يا ست كاجو والحاجات اللي هي فول سوداني. طب ما تيجي نشوف الفول السوداني اللي معمول ده، طالع اهو حاجه ده قدام عينينا. عملت ايه بسرعه يا شيف؟ اول ما الكراميل ياخد اللون الاصفر الوسط اللي بنقول عليه ده، حلو، ببدا احط الفول السوداني هو سخن او اي مكسرات، بس انا مشكلتي ان هو لسه طري لان سخن. ايوه فلما طب خلاص انت ممكن تقطعه وتسيبه، يعني ممكن تقطعه بالسكينه وتسيبه هنا بالظبط. اوكي انا بس كل اللي هعمله استاذ اشرف، احنا شايفين كده هو كده تمام. هو هعمله كمان، انا هحط هنا الحمص واقلبه تقلبتين وبرده هيتفرد نفس الحكايه، هعمل منه بقى القرص اللي ورا ده، بجيب فورمه عاديه ادهنها بالزيت وبرده بحط فيها الحمص واقلبه. طيب الاستاذ اشرف المخرج عايزك تخرج واحده، انت خرجت واحده اوريدي خلاص صح؟ تمام اوكي، والحمصيه برده نفس الموضوع صح كده؟ بالظبط اوكي، الحمصيه نفس الموضوع خلاص، هو هياخد معايا اللون الاصفر اهو، هروح حاطط الحمص على طول. شيف عمر انت شرفتنا ونورتنا وبجد استفدنا جدا، كان مهم قوي ان احنا نعرف ازاي نعمل حلاوه مولد في البيت بمكونات بسيطه ومش غاليه عشان اللي مش قادر يشتريها جاهزه. كمان دكتور مروان سالم انا بجد مبسوطه جدا وشايفه انه مش كفايه خالص، مش كفايه تبقى موجود معانا حلقه واحده، انا طول الوقت بتابعك وبشوفك في التلفزيون على فكره، وبجد احنا استفدنا جدا من معلومات حضرتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا، هنطلع فاصل.